الواي بروتين، ايه هو الواي بروتين، ايه انواع الواي بروتين، ايه كمان اشهر المنتجات بتاعه الواي بروتين، امتى اخد الواي بروتين، الميكسينج اعمل له ميكس مع ميه ولا مع حليب، ايه اشهر الاسئله الخاصه بالواي بروتين، ليه مثلا على سبيل المثال ليه استخدم واي بروتين وانا اكل صحي ومتكامل عايز اكون طبيعي. سؤال تاني، هل هناك طريقة لتحويل الواي سريع الامتصاص لبطيء الامتصاص؟ السؤال الثالث، هل اقدر اعمل واي بروتين في البيت؟ اقول لكم كلها شغلات تجارية ولا لها اي فايدة، 6 شهور وانا باخد الحاجات دي ولا زدت حتى كيلو عضل. هقول لكم الإجابة على الموضوع ده. استخدمت سيريس ما زود الحبوب في وجهي، ايه الموضوع ده، هل فعلا بيحصل، طب وايه حله؟ وسؤال 6، انا ماشي على نظام 60 جرام بروتين يوميا والماستيك فيه 80 جرام بروتين، ازاي اخد الماستيك؟ تمام، ازاي اعرف الاصلي من المطلوب؟ فدي كل الاسئله وده كل الحاجه اللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو ده ان شاء الله. فيلا بينا نبدا. يلا بينا. بسم الله وصلى الله وسلم على افضل خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. انا طه الشاعر وهنا قناه الثاوي، القناه مهتمه بكل ما يخص الصحه تحت منصه الغذاء والدواء والتغذيه الرياضيه او المكملات الغذائيه الخاصه بالرياضيين او اي البادي بيلدرز وكده، لها اهتمام خاص عندي هنا في القناه. فهنتكلم النهارده ان شاء الله على الواي بروتين. الواي بروتين ده بياخدوه ايه؟ شفت انت لما جدتي وجدتك لما بتيجي تعمل جبنه الجريش دي بتاعت البلد بتاعت الصعيد، يعني انا من الصعيد فعشان كده بقول جبنه جريش، تمام؟ لما بتعمل المخاض ده اللي بيعمل الجبنه في ميه بتفضل من تحت، الميه دي او بيسموه ايه مش عارف بيسموه ايه كده، بس الميه دي هو ده الواي بروتين. فالمهم يعني فالواي بروتين ده ما يجيش مثلا ابنك بياخد واي بروتين او بنتك او انت عايز تاخد يقول لك لا ده حاجه مش طبيعيه. لا، طبيعي تماما، يعني حاجه طبيعيه اصلا مستخلصه من الميه او الشرش بيسموه او ايه بتاع الجبنه، خلاص. فهو ده الواي بروتين. طب انواع الواي بروتين، الواي بروتين بينقسم لثلاث تقسيمات من وجهه نظر الشخصيه، على حسب البيوريتي بتاعت الواي بروتين، على حسب النقاء بتاع الواي بروتين، دي اول تقسيمه. التقسيمه الثانيه على حسب التارجت بتاع الشخص، شخص مثلا عايز يزيد في الوزن او شخص عايز ينحف، خلاص، او شخص عايز فتنس، فكل واحد فيهم ليه نوع واي بروتين معين. رقم 3 على حسب الامتصاص، والحته دي مهمه جدا وهقول لكم مهمه ليه كمان شويه كده. طيب اول حاجه على حسب النقاء، في نوع بيور وفي نوع بلندد. بلندد يعني مخلوط. طبعا البلندد ده بيكون البيور بيكون في حاجه اسمها واي بروتين ايزوليت، يعني كلمه ايزوليت معناها ده حاجه واي بروتين بيور، خلاص. وكمان الواي بروتين هايدرو ده معناها برضو ان ده بيور. وهنا يعني ده من انواع اللي انا كنت استخدمها من سنه ونص تقريبا، شركه اوبتيم نيوتريشن عامله هايدرو واي. لو بصيتوا تحت يقول ادفانسد هايدرولايزد واي بروتين ايزوليت، نوي اتقول ان هو يكون هايدرولايزد واي بروتين وما يكونش ايزوليت، لازم يكون ايزوليت، خلاص. فكل هايدرو واي ايزوليت. وصلت كده الفكره ولا ما وصلتش؟ طبعا كل ما بيكون ايزوليت وهايدرو بيكون حاجه اسمها البيولوجيكال فاليو بتاعته عاليه كتير جدا جدا. الستاندرد بتاع البيولوجيكال فاليو ايه؟ هي البيولوجيكال فاليو اللي هو نسبه وصول البروتين ده الدم. الستاندرد بتاعها 100 للبيض، البيض نسبه البيولوجيكال فاليو بتاعته 100، دي اعلى حاجه في الاكل اللي احنا بناكله. يعني يقول لك ده بيض مش عارف ايه، لا البيض يا اخوانا ده جدا ممتاز، فيتامينات ومعادن وبروتين، والبيولوجيكال فاليو بتاعته كبروتين بنسبه 100%، خلاص. الهايدروي بيوصل من 112 ل 101، الواي بروتين نفسه بيوصل من 112 ل 131%، خلاص. الهايدرو اعلى حاجه فيهم، الهايدرو اعلى واحد في البيولوجيكال فاليو في كل الواي بروتين هايدرو، لذلك هتلاقوا ده. يعني احنا عندنا كان في الصيدليه تقريبا 15 نوع، اغلى واحد فيهم بناء على الكميه وبناء على السيرفر 40 سيرفر بس الهايدرولايزد واي بروتين، خلاص. مش بعمل دعايه للاوبتيم نيوتريشن، وات ايفر الهايدرولايزد واي اللي انت هتجيبه، بس اهم حاجه خد الهايدرولايزد واي.
يبقى في حاجه اسمها بيور. البيور بيجي منه ايزو زي ما احنا قلنا دلوقتي الاوبتيمم نوتريشن ايزو وبيجي منه كمان هايدرولايز وفي كمان ايزو من شركه دايماتيز وفي ايزو من شركه دايماتيز وفي حاجه اسمها واي بروتين كونسنتريت. واي بروتين كونسنتريت زي السيريس ماس. السيريس ماس واي بروتين كونسنتريت. يبقى في حاجه اسمها ايزوليت وفي حاجه اسمها هايدرولايزد وفي حاجه اسمها كونسنتريت وفي حاجه كمان تاني اسمها كازين واي بروتين ده اللي هو بيستخدم في شغلنا. يبقى اكوردنج للبيوريتي بتاعته اربع انواع. طب اكوردنج للتارجت انت عايز ايه بالظبط؟ في حاجه تزود الوزن يعني ده السيريس ماس مثلا من اوبتيمال نوتريشن بيزود الوزن. في ماستيك من شركه ماسل تيك بيزود الوزن. في برضه حاجه من راشن بير بيزود الوزن. فاي حاجه كونسنتريت بتزود الوزن خلاص. يبقى اكوردنج للويت انت عايز ويت جين يبقى تاخد حاجه فيها كلمه ماس او سيريس ماس او حاجه فيها ويت جين خلاص. ده بالنسبه للواي بروتين جين. في حاجه اسمها واي بروتين ويت لوس. ويت لوس بتلاقوها موجوده في انواع معينه انا شفتها من شركه بالانس بيكون معاها حاجات بتساعد على نزول وزن زي خلاصه شاي اخضر خلاصه كافيين فيها ال كارنيتين فيها كروميوم فدي الخاصه بالويت لوس. وفي برضه من شركه ماسل تك وفي حاجه خاصه بالفيتنس اكتر حاجه وافضل حاجه خاصه بالفيتنس اللي عايز يعمل عضل صافي بدون اي دهون بدون اي حاجه اللي هو الهايدرولايزد واي بروتين اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. على حسب الامتصاص اسرع واحد في الامتصاص الهايدرولايزد واي. لذلك احنا ممكن ناخد الهايدرو واحنا بنلعب تمرين يعني في النص وانت بتتمرن تقدر تاخد بي سي دبل اي مع الهايدرو واي مفيش مشكله خالص تمام. وابطا واحد في الامتصاص اللي هو الكازين عشان كده بناخده في شهر رمضان في يعني قبل ما نمنع اكل يفضل ان احنا ناخد كازين واي بروتين. خلاصه الموضوع ان الواي بروتين في منه اربع انواع عشان ما نتوهش يعني في كل التقسيمه دي. في حاجه اسمها ايزو وفي حاجه اسمها هايدرو وفي حاجه اسمها كونسنتريت وفي حاجه اسمها كازين بس عشان ما اكونش توهتكم يعني خلاص. اشهر البراندات بتاعه طبعا اوبتيمال نيوتريشن من افضل الشركات. في كمان ماسل تيك يعني برضه واخده تقريبا رقم واحد في امريكا في اخر 20 سنه الماسل تيك. روشن بير برضه من الحاجات البراندات العالميه يعني دي البراندات يعني بتاعتهم. طيب افضل توقيت اخد فيه الواي بروتين. بص موضوع التوقيت ان انا اخد فيه الواي بروتين على حسب نوع الواي بروتين يعني احنا زي ما احنا قلنا الهايدرو افضل توقيت لي اثناء التمرين. اثناء التمرين نفسه وانا بلعب تمرين اخد الهايدرو واي بروتين. هل ما ينفعش قبل ينفع بعد ينفع بس بيست اوف ذا بيست اثناء التمرين خلاص. طيب الكازين قبل الامتناع عن الصيام او قبل فترة طويلة مثلا بدون ما انا اكون اكل. الايزو ينفع قبل التمرين ينفع بعد التمرين مفيش مشكلة خالص. الكونسنتريت بفضل ان هو يستخدم بديل وجبة للناس اللي عايزة تاخد مثلا تزيد في الوزن وتاخد ما بيجيلهاش نفس ان هي تاكل فتاخد الواي بروتين الكونسنتريت كبديل وجبة. طب اعمله ميكس مع ايه يعني ميكس مع المية بيبقى سريع الامتصاص او ميكس مع الحليب عشان يكون بطيء الامتصاص او زود كمية البروتين. طيب نروح لأشهر الاسئلة. ليه استخدم واي بروتين وانا اكلي صحي ومتكامل عايز اكون طبيعي؟ اخوانا الواي بروتين سواء السيريس ماس او الهيدروين يعني من الحاجات اللي هو اصلا طبيعية تماما. انت اكلك متكامل ونظامك متكامل وبتحرص على الاكل بتاعك خلاص ما فيش مشكلة يعني هي دي الفكرة. ولكن لو انت شخص رياضي وبتعمل مجهود بدني زيادة عن اللزوم وعايز تحافظ على العضلة بعد مجهود بدني قاسي فانا بفضل بصراحة واي بروتين ايزو او هيدرولايزد عشان نعمل ريكفري للعضلة بسرعة خلاص. خاصة الناس يعني المنتخب مصر لما كان بيلعب في كاس العرب ولكن اللعيبة مصابة اللعيبة مجهدة مش عارف ايه. اخوانا اللعيبة دي لو بتاخد سبورت نيوتريشن كويس وخاصة واي بروتين مثلا يكون فيه جلوتامين وبي سي دبل اي وكرياتين والحاجات دي الحاجات دي بتغذي العضلة وبتسرع عملية الاستشفاء بسرعة جدا جدا ممتازة. فأنا مش عارف بصراحة.
اتمنى ان هم ياخدوا بالهم من الحته دي ويجيبوا حد متخصص سبورت نيوتريشنست يتابع مع المنتخب ويتابع مع الفرق الكبيره. طب هل هناك طريقه لتحويل الواي بروتين سريع الامتصاص لبطيء الامتصاص؟ اه نقدر ان احنا نحطه مع الحليب فهيبقى بطيء الامتصاص، ما فيش مشكله خالص. هل اقدر اعمل واي بروتين في البيت؟ تقدر تماما، مش لازم تشتري، يعني تقدر توفر فلوس وتعمل واي بروتين في البيت. ادخل بس على اليوتيوب اكتب طريقه عمل واي بروتين في البيت في المنزل، فهتلاقوا طرق كتيره جدا شرح الموضوع ده. وكمان انت تقدر تجيب واي بروتين بدون نكهات وبدون براندات عالميه، بيبقى كميات كبيره وتقدر تقعد معاك فتره طويله، فيعني الموضوع متاح ما فيش مشكله. سين 4 كلها شغلات تجاريه ولا ليها اي فايده؟ 6 شهور ما زدتش الا كيلو عضل واحد. بصوا عشان بس تكون بس في الحته دي، موضوع ان انت تزيد كيلوات عضل كتيرة في فترة قليلة ده نوي وزود سترايدز، عشان تكون واضح وحاطط دي في دماغك. ده الكابتن فلاني، ده الكابتن علاني، ده انا شفت صاحبي ده قال لي مش عارف في شهر في شهرين في 3 شهور زدت وتحول. سترايدز يا اخوانا سترايدز وليس طبيعي، خلاص فخلي بالكم. وانا وجهة نظر الشخصية كيلو عضل في 6 شهور بمكملات مش بمنشطات افضل من 8 ل 10 كيلو عضل في 3 شهور بمنشطات، دي وجهه نظري الشخصيه. خلاص هنا في القناه ان شاء الله هتلاقوا كل المكملات وكل كومبليت ريفيو على كل المنشطات، فيعني اي حاجه انتوا في دماغكم هتلاقوها هنا ان شاء الله. استخدمت سيريس ماس وزود حبوب في وجهي. بصوا السيريس ماس عيبه او اي حاجه فيها كلمه ماس بيبقى فيها كميه كارب زياده وكميه كارب زياده وكميه دهون زياده كمان، فللاسف الكميات الزياده دي بتعمل حبوب في الوجه او كمان ممكن في منطقه الصدر العلويه او في منطقه الظهر. فانا بفضل بنصح اي حد لو هو بشرته دهنيه وعايز يزيد في الوزن وهيستخدم حاجه فيها ماس يستخدم اي غسول للبشره يكون مخصص للبشره المختلطه للدهنيه، ينظم افرازات الدهون في الوجه وينظم افرازات الدهون كمان في الجسم، ويحط الغسول على الليفه عادي ما فيش مشكله، ويغسل بيه جسمه ويغسل بيه وشه مرتين صبح وبالليل. افضل البراندات العالميه في الموضوع ده على حسب طبعا نسبه الدهون في البشره عامله ايه. انا افضل بيوديرما، عامله بيوديرما سيبيوم غسول تحفه، بس ده البشرة الدهنية زيادة على اللزوم. لو بشرة مختلطة نص نص بفضل لغوش بوزي، لغوش بوزي عاملة غسول للبشرة المختلطة للدهنية اميزين فعلا. في برضو شركة فيشي عاملة غسول نورما ديرم للبشرة المختلطة للدهنية، فاحنا محتاجين نهتم بالبشرة بتاعتنا لو البشرة المختلطة للدهنية بان احنا نستخدم غسولات تنظم افرازات الدهون عشان نتجنب حبوب في الوجه او في الجسم. مع الاخذ في الاعتبار لو الحبوب زياده عن اللزوم بنحتاج دهان او مسات معينه للبشره، بعض الحالات بتحتاج انتبيوتكس زي الحاجات اللي فيها مينوسايكلين او دوكسايكلين، بعض الحالات الشديده كل ده ما بيجيبش معاها نتيجه خالص، فبنضطر نلجا للحاجات اللي هي زي روكيوتان وزيركتان وكيور اكني، ودي طبعا لازم طبيب جلديه ومتخصص ونعمل تحاليل وظائف كلى وظائف كبد كل 6 شهور، فيبقى الموضوع يعني ايه. انا حبيت اكلمكم على كل الحلول الممكنه والمش ممكنه سواء وقايه او علاج. طيب انا ماشي على نظام 60 جرام بروتين يوميا والماستيك فيه 80. بص قناه، هو الماستيك فعلا فيه 80 جرام بروتين، ولكن بص كده من الخلف هتلاقيها في الاربعة سكوب او في الخمسة سكوب تقريبا، يعني انا لا في الاربعة سكوب، فاربعة سكوب من الماستيك هتديك 80، انت هتاخد سكوب واحد بس يبقى هتاخد 20 خلاص. ولكن الماستيك بيبقى معاه فيتامينز ومينرالز وامينو اسيدز فبيبقى معاه حاجات كتيره، عشان كده هو من الواي بروتين الكونسنتريت والبلند يعني او المالتي بلند. فهي دي الاجابه على السؤال. خلي بالكم لما تيجي تشتري اي واي بروتين يعني مثلا على سبيل المثال الماستيك هنا، يقول لك ايه سيرفينج 2 هيبنج سكوب، يعني كميه البروتين اللي موجوده هنا 50 جرام بروتين دي في الاثنين 2 سكوب. السكوب الواحد بيكون فيه كام؟ السكوب الواحد بيكون فيه 25 خلاص،
فخلي بالكم من الحته دي. وبعدين انت لما تيجي تفتح جوه كده هتلاقي السكوب كبير، يعني انت لو هتاخد سكوبين في المره الواحده العلبه دي هتخلص في اسبوع يعني خلاص. فمهم جدا انت تعرف ان السكوب الواحد فيه كام كميه بروتين. فتبص على تبص على فوق وتشوف كام سيرف بالظبط، يعني السيرف بتاع اللي احنا هناخد منه كام سكوب. فهمتوا القصه دي؟ فمهم الموضوع ده. ازاي اعرف الاصلي من المضروب؟ بصوا موضوع الاصلي من المضروب، يعني انا وجهه نظري الشخصيه بيتعرف بالغطاء. الغطاء نفسه هتلاقي وانت بتحط ايدك عليه كده مش املس. انا شفت انواع شفت انواع جايه من اماكن بدون ذكر اسماء، يعني هتلاقي الغطاء بتاع الحاجات دي املس في كل الشركات، يعني حتى في مصل تيك، في رشام بير، في دايماتيز، في الشركات دي كلها. حط ايدك من فوق كده هتلاقي العلامه نفسها بتاع الشركه محفوره، فبالتالي هو مش املس. اتمنى ان انا اكون غطيت الفيديو ده من كل الجهات. اخر حاجه بس نسيت ما اقولها، WPI whey protein isolate، WPC whey protein concentrate. خلاص دي الاختصارات اللي بنلاقيها مكتوبه على الواي بروتين لما نجي ناخده. ان شاء الله فيما بعد هعمل لكم مقارنات ما بين انواع كتيره من الواي بروتينز، وهقول لكم بما يرضي الله انه الافضل من وجهه نظر الشخصيه. يعني انا شخصيا بفضل مثلا النيترو تيك على الجولد ستاندرد عشان النيترو فيه جلوتامين. فهقول لكم يعني شويه حياة زي كده تفصيليه. لو عجبكم المحتوى ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش او ما تبخلوش علينا باللايك بالشير بالسبسكرايب. عندك اي استفسار اكتبه لي تحت في الكومنتس وان شاء الله برد عليك في اقل من 24 ساعه. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، واقول لكم 100 100 على ايه، على كل الهلساويه المنتمين هنا لقناه الهلساوي. باي.